هذا البرنامج برعاية الزراعية مباشر. حد يسمع لينا؟ انا عندي مشكلة. الزراعية مباشر مع سامح عبد الهادي. بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وحضراتكم طيبين. دي أول حلقة لينا بعد عيد الفطر المبارك. الفلاح المصري نموذج العطاء والعمل، نموذج فعلا حقيقي للوطنية. تابعنا مع حضراتكم في المرحلة الماضية كثير من الأحداث المرتبطة بالقطاع الزراعي، منها أحداث مهمة جدا وبتؤثر على إنتاجنا، زي توافر الأسمدة وتوافر البذور وأيضا كل مستلزمات الإنتاج اللي على رأسها توافر المياه. وفي بعض الأماكن كنا بنتابع مشاكل كتير جدا مرتبطة بوصول المياه في نهاية الترع. النهاردة وإحنا بنتكلم مع الفلاح أصبح في مشاركة حقيقية للمشاكل اللي الدولة بتقابل فيها تحديات. احنا بنتكلم النهاردة على محاصيل استراتيجية، وبنتكلم على تنمية ثروة حيوانية، بنتكلم ان فعلا في زيادة سكانية المفروض ان احنا نوفر لها غذاء آمن وغذاء سليم. الثروة الحيوانية وارتفاع اسعارها، بنتكلم دايما على ان انا عندي ارتفاع في الاسعار في اغلب الاحيان بيبقى غير مبرر، وفي احيان اخرى بنتكلم على ان احنا محتاجين نتوسع في زراعة الاعلاف، محتاجين ان احنا نوفر محاصيل تصلح كاعلاف علشان نقدر نقلل من التكلفة، لان احنا بنعتمد النهاردة في الثروة الحيوانية وفي التغذية على استيراد الاعلاف من الخارج. محصول الذرة الرفيعة هو من رابع المحاصيل الغذائية اهمية من حيث المساحة والقيمة بعد الذرة الشامية والقمح والارز في مصر، وبتعتبر يعني غذاء رئيسي لسكان الكثير من المناطق بأفريقيا وبعض المناطق بالهند وباكستان والصين، وهو كمان بيتزرع في آسيا الصغرى وعلى مستوى العالم. لو حبينا نتكلم عن كوريا واليابان وأستراليا وجنوب أوروبا ووسط وجنوب أمريكا، الموطن الأصلي للذرة هو أفريقيا، وهي انتشرت في أجزاء مختلفة من العالم بواسطة الإنسان. والوثائق القديمة كلها بتؤكد على ان هي كانت بتزرع فيما يعرف الان او في اليوم في العراق في القرن السابع قبل الميلاد، ويعني في مرت بمراحل عديدة وفي مراحل مختلفة من التاريخ، وقدرنا نعرف ان الذرة الرفيعة عندها مقدرة عالية على مقاومة الجفاف والحرارة، علشان كده هي بتتزرع في كثير من المناطق الجافة اللي بيقل فيها سقوط الأمطار. هي بتستجيب إلى الري ودرجة الحرارة المناسبة. نقدر نقول إن إحنا في مصر النهاردة بنشوف مجهود كبير جدا علشان نزود من المساحات المنزرعة بالذرة عموما، لكن في بعض الأصناف، وإحنا بنتكلم النهاردة على الذرة الرفيعة، ليها مقدرة على تحمل ظروف مختلفة أو ظروف قاسية شوية تديني فيها انتاجيه تتغلب على بعض يعني المحددات لانتاج المحاصيل زي جوده التربه وجوده المياه، درجات الحراره المرتفعه زي ما قلت. عندنا باحثين وعلماء داخل مركز البحوث الزراعيه بيشتغلوا على الملف ده من فتره طويله. قدرنا نحقق نجاح. طب ليه عندنا تراجع؟ عندنا تراجع لاسباب كتيره جدا، تراجع في الاستقرار بالنسبه لزراعه الاعلاف في مصر. أولاً إحنا كنا بنشوف منافسة دائمة ما بين المزارع المصري أو المنتج المصري وبين الاستيراد من الخارج. دي كانت يعني نقطة مهمة جداً وأثرت في إنتاجنا من الأعلاف. النقطة الثانية اللي إحنا عايزين دائماً نأكد عليها، تسويق المحصول بالنسبة للفلاح ليه أهمية كبيرة جداً. النهاردة الراجل ده بعد ما بيزرع وبيشتغل مهم إن هو يكسب ويحقق جانب أو هامش ربح. ملف الثروة الحيوانية ملف مطروح أمام المسؤولين داخل وزارة الزراعة في هذا التوقيت، ليه احتياجات منها توفير رعاية بيطرية ومنها تطبيق أمان حيوي وترخيص مزارع. والنقطة المهمة جدا إن احنا نوفر أعلاف. إزاي نوفر أعلاف؟ ده بيتوقف على ما يزرعه الفلاح المصري ويوفره من المحاصيل المختلفة. أنا برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من الزراعة مباشرة.